السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مني انا حميد كيالي على قناه سيلفي سبورت. تجيكم بشكل اسبوعي كل يوم خميس لتكون عن تقديم اهم مباريات الجوله القادمه. بعد يومين ثلاثه كانوا مليئين بالاخبار والمفاجات والزلازل والثورات بكره القدم وقصه السوبر ليج، خلينا نطلع شوي من هذا الموضوع. فرحت كثير انه رجعنا للدوريات، رجعنا نشوف مباريات لحتى طلعنا من هداك الموضوع ودخلنا بالمود اللي نحن بنحبه، مود المباريات المتتاليه، الدوريات الخمسه الكبرى، مباريات الشامبيونز ليج. هذا أهم شيء بالوقت الحالي، وخلي الأندية الكبيرة تتفق مع بعضها وخلينا نشوف لوين حتروح هي القصة، وإذا رح السوبر ليج مجمد بالوقت الحالي فقط ولا رح يلتغى بشكل كامل وتعود كرة القدم بصيغتها الحالية لكن مع تطورات إضافية لربما تخدم الأندية وتخدم الجماهير وتخدم الاتحاد الأوروبي وتخدم اللعبة بشكل عام. اليوم رح نحكي على ثلاث دوريات، الإسباني والإنجليزي والإيطالي، فرح أحكي على كل دوري لحال لحتى ما ندخل المباريات ببعضها، وبالأخير أتوقع نتائج المباريات. وبعد ما يخلص الفيديو بتمنى منكم انه انتوا تدخلوا على الكومنتات وتحطوا لي توقعاتكم لنتائج المباريات اللي انا راح اتوقع نتائجها كمان، وبالتالي بنشوف بعد ما يخلص المباريات وتخلص الجوله بشكل عام مين كانت توقعاته صحيحه. خلينا نبدا بالدوري الاسباني، في خمس مباريات بدي احكي عليها، اربعه منهم لنفس الفريقين برشلونه واتلتيكو مدريد وواحده لريال مدريد، لانه لحظه صدور الحلقه ريال مدريد راح يكون لاعب بالامس فلذلك ما في داعي نحكي عن مباراته. برشلونه عنده مع ختافي وعنده مع فياريال بضمن هالثلاث اربع ايام هدول، الخميس اليوم وراح يكون في عنده يوم الاحد القادم، واتلتيكو مدريد راح يكون عنده مع هويسكا وبعدين مع اتلتيك بلباو. كل فريق من هدول الاثنين راح يلعب مباراه على ارضه مباراه خارج ارضه، وريال مدريد راح يلعب مع ريال بيتيس. برشلونه صار مره جديده بعد تعثر ريال مدريد الاخير، المنطقي جدا كان امام ختافي بعد غياباته الكبيرة، برشلونة رجع كل شيء بإيده، إذا بينتصر بمبارياته كلها بيتوج بطل للدوري وبيضيف هذه البطولة لخزائنه مع بطولة الكأس اللي حققها هذا الموسم، وبالتالي راح يكون موسم استثنائي لرونالد كومان مع برشلونة. ما حدا توقع أبدا ببدايته أنه برشلونة يحقق لقب كأس الملك وبطولة الدوري، فكل شيء بإيد برشلونة. وميسي توقيعه على العقد الجديد من عدمه أنا برأيي راح يكون بشعرة بطولة الدوري، لو برشلونة جاب الدوري ما راح يلاقي ميسي أحسن من هاي الأجواء أنا برأيي، وما حدا حيخاطر ويدفع له هذا الرقم الكبير، خاصة أنه هو سعيد ومبسوط وعم بيجيب بطولات وشكله الفريق صار فيه مشروع واضح. فلذلك مباريتين لبرشلونة في غاية الأهمية اللي يبعدوا أول شيء يتأكدوا أنه هن طلعوا فوق ريال مدريد مرة جديدة فرق نقطة، ليخلوا الضغط كله على أتلتيكو مدريد، لأنه على الأغلب نفس أتلتيكو مدريد ما راح يكون كتير طويل، رغم أنه فاز بالمباراة الماضية بخماسية، هاي المباراة على الورق أمام هويسكا تبدو بالمتناول، فلربما أيضا راح يحقق الفوز فيها قبل امتحانه الثاني أمام أتلتيك بلباو. ونفس الشيء برشلونة أمام ختافي على الورق أسهل، لكن بعدين أمام فياريال على الورق أصعب شوي، منافس بيقدر يكون الند لند أو يعذب برشلونة كتير ليخليه ياخد النقاط الثلاثة. فلذلك مباريتين بغاية الأهمية لهدول الفريقين. وبيجي ريال مدريد اللي المفروض أنه يحافظ على حظوظه ببطولة الدوري، لأنه كل شيء ما زال موجود بالملعب، الفرق 3 نقط على أتلتيكو مدريد فقط، يعني بأي غلطة ممكن يتقدم أكثر. ولا تنسوا أنه في مباراة لبرشلونة والأتلتيكو مدريد هي المباراة الأخيرة بين قمم هدول الثلاثي مع بعضهم، والمستفيد الأكبر كيف ما كانت نتيجته راح يكون ريال مدريد. فلذلك دوري إسباني مشتعل جدا على المراكز الثلاثة الأولى، وما ننسى أنه إشبيليا دخل على الخط صح بمباراة مزائدة لكن دخل على الخط، يعني حتى إشبيليا أصبح عنده بعض الحظوظ، ولو إشبيليا أصلا كان بيمتلك النفس الطويل وما كان مشتت بالكأس وبالشامبيونز وبأكثر من بطولة كان لربما بصراحة على سوء مدريد وبرشلونة ببداية الدوري كنا شفناه لازم مع أتلتيكو مدريد عم بينافس من بدايات الدوري على بطولة الدوري، لكن الموضوع خبرة وهذه الخبرة عم يكتسبها لوبوتيجي وإشبيليا مع بعضهم لحتى نشوف فريق لربما يقارع الكبار فعلا بشكل أكبر من هيك بكتير الموسم القادم أو الموسم الذي يليه. فجولة ممتازة أو جولتين ناريات بالدوري الإسباني، خلينا نشوف النتائج شو راح تكون. منروح على الدوري الإنجليزي اللي لربما انه الدوري انحسم لمانشستر سيتي، ولربما انه المركز الثاني بشكل 90% انحسم كمان لمانشستر يونايتد، لكن من المركز الثالث للمركز التاسع عندنا سبع فرق ممكن بنهايه الدوري تشوف اي اثنين من هدول السبعه هن اللي مكملين المربع الذهبي بالدوري الانجليزي ويروحوا على الشامبيونز ليج. لهلا ما انحسم شيء وهي اجمل ما في الدوري الانجليزي هذا الموسم، عم نحكي على انديه ليستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، ويست هام، توتنهام، ارسنال، ايفرتون، أستون فيلا، كل هدول الأندية ممكن تشوفهم بالنهاية بالمركز الثالث والمركز الرابع عم بيروحوا على الشامبيونز ليج.
هذا الأسبوع في ثلاث مباريات بغاية الخطورة وبغاية الأهمية، أرسنال وإيفرتون. أرسنال وإن كان أقل واحدة من الفرق هدول منافسة على الشامبيونز ليج، طموحه واضح إنه إمكانياته أيضا اليوروبا ليج على الأغلب، فلذلك هو أقل واحد بالحظوظ. لكن إيفرتون اللي بعيد هلأ 6 نقط عن المركز الرابع لكن مع مباراة أقل، فلذلك ضروري يفوز على أرسنال لحتى يحافظ على هي الحظوظ. وليفربول عنده مع نيوكاسل، ليفربول بشعار ممنوع الخطأ أبدا من هلأ ورايح بعد تعادله الأخير مع ليدز يونايتد، الفرق نقطتين بس عن تشيلسي، يعني حرام بعد ما قرب الفرق لهالنقطتين بس انه بالنهايه ما نشوف ليفربول الموسم القادم بالتشامبيونز ليج. فلذلك الطبيعي انه نشوف هلا ليفربول بصورته القديمه، بصورته الشرسه، بصورته اللي بده يقاتل فيها على كل مباراه، لانه صار ايمانه فيه واقع وملموس انه انا ممكن اروح على التشامبيونز ليج بس احقق هاي الكم انتصار اللي بقياني. والشيء اللي رح يزيده رغبة بهاي الجولة تحديدا انه ويست هام رح يلعب مع تشيلسي، انا برأيي هاي قمة هذا الاسبوع، الفريقين عنده نفس عدد النقط، ترتيب الرابع والترتيب الخامس. شو ما صارت نتيجة المباراة كتير فرق رح تستفيد اكتر من هدول الفريقين، يعني ليفربول رح يضغط اكتر، توتنهام بعد فوزه رح يضغط اكتر، ايفرتون اذا فاز رح يضغط اكتر، استون فيلا اللي عنده مباراتين مؤجلات رح يصير في عنده امل اكبر، ليستر رح يحاول يبتعد اكتر. فلذلك مباراة مجنونة بصراحة، الخاسر فيها رح يتعذب كتير ليرجع يلاقي مكان بين هدول الثلاثة أربعة الكبار، فلذلك نقاط مضاعفة، الفريقين مطالبين بالفوز والتعادل رح يخدم كل هدول الأندية اللي ذكرتها. قمة يعني مجنونة وجولة مجنونة أنا برأيي بالدوري الإنجليزي. منضل بإنجلترا لكن منروح على كأس الرابطة عن نهائي مانشستر سيتي وتوتنهام. توتنهام اللي أقال جوزي مورينيو بظروف غريبة وغامضة، ما حدا كان متوقع، لربما ما كان حدا راضي على مورينيو مع توتنهام، لكن ما حدا توقع أنه يجي توقيت الإقالة قبل كأس الرابطة والنهائي بأسبوع واحد. يعني على الأقل كان لازم يأخذ فرصة هذا الرجل بكل هذا الموسم المتخبط انه نشوفه اذا رح يقدر يجيب، لانه بالنهايه هو اللي وصل توتنهام على هذا النهائي. لكن كان واضح انه في عدم رضا كبير كتير لدرجه اكبر من اللي تخيلناها على مستوى توتنهام مقارنه بالادوات اللي بيمتلكها. الفريق لازم يكون بمرتبه افضل من هاي بكتير، لازم يكون عنده شخصيه اقوى من هاي بكتير على ارض الملعب. الفريق افتقد الحده الهجوميه، افتقد الجماعيه الدفاعيه، افتقد الحيويه على ارض الملعب. الفريق ما بيعرف شو بده يعمل بالكره لما تكون الكره معه. انا سمعت اكثر من تقرير انه مورينيو كان عم بيركز كتير بتدريباته بشكل مستمر على كيف يتعامل الفريق لما تكون الكره مع الخصم اكثر بكتير من لما كيف لما تكون الكره معهم. فبالتالي كنا كل مره عم نشوف توتنهام عم يفقد الكره او عم يمتلك الكره عفوا، ما عم بيعرف شو الصح اللي لازم يعمله، كيف لازم يكون ستايله على ارض الملعب، لعب مباشر ولا على الاجنحه ولا تنويع ولا. فلذلك كان واضح انه عدم الرضا شديد جدا لمرحله اكبر من اللي تخيلناها، فجوزيه مورينيو أقيل. البديل شاب، أصغر شاب بتاريخ الدوري الإنجليزي مساعد جوزيه مورينيو، هل بيقدر يصمد تكتيكيا أمام بيب غوارديولا؟ صعب أتخيل هذا الكلام. صح شفنا ردة فعل أمام ساوثامبتون، الفريق كان واضح أنه عنده رغبة أكثر، حاولوا يطالعوا صورة أفضل يعني، لكن بدون هاري كين بفرق خبرات خرافي بين بيب غوارديولا وبين ماسون مدرب توتنهام، انا شايف الامور كتير اكثر رايحه هلا لصالح السيتي، خاصه انه هو ماله مضغوط لا بصراع الصداره، ومباراه الشامبيونز ليج لسه بدها 10 12 يوم، فلذلك هو مرتاح بدنيا حتى ماله مضغوط كتير. صح عنده مباراه بالامس مع استون فيلا، ولكن بالنهايه الفريق يعني جاهز انا برايي ليروح على هي البطوله، خاصه بعد خسارته بنصف نهائي الاف اي كاب امام تشيلسي. فخلينا نشوف هاي المباراة لوين رح تروح. بنروح على الدوري الإيطالي اللي بدي أحكي فيه على قمة واحدة بس، لأنه أنا برأيي قمة كمان ممتعة جدا، نابولي ولاتسيو. نابولي اللي تعادل مع أنتر بالجولة الماضية ولاتسيو اللي فاز، الفرق نقطتين لنابولي لكن مع مباراة أقل للاتسيو، فلاتسيو نقاطه مضاعفة كمان. لو فاز على نابولي وطلع فوق نابولي مع امتلاكه لمباراة أقل، هذا بيعني إنه في حال فوزه بالمؤجل رح يرتفع الفارق أكبر وأكبر مع نابولي. الدوري الإيطالي يمكن كمان انحسم شوي لانتر يعني، او فرصه اكبر بكثير من اي حدا تاني، لكن مثله مثل الدوري الانجليزي فيه اربع خمس انديه عم تتنافس على ثلاث مراكز بطريقه مرعبه. خساره الميلان كمان كانت كبيره ويعني غير متوقعه بصراحه، ومهمه جدا هاي النقط اللي عم بيفرط فيها الميلان على السانسيرو بنفس السيناريو اللي بتكرر بشكل مستمر، تضيع فرص كثيره، بتكون متقدم بهدف مقابل لا شيء، فجاه الخصم بينتفض وبيسجل هدفين وبيخسر ميلان نقاط المباراه. لكن واضح انه ميلان صعب كثير على هي الطريقه يحافظ على مركزه الثاني، التفكير كله بمقاعد الشامبيونز ليج. بس اليوفي عم بفكر نفس الشراسه ايضا، اتلانتا عم بفكر بشراسه اكثر منهم اثنينهم، نابولي لاتسيو حتى روما، يعني مجموعه انديه كلها بتقدر توصل على الشامبيونز ليج. فخلينا نشوف كمان
هي المباراه لوين ممكن تروح. خلينا نرجع هلا على التوقعات بالدوري الاسباني، برشلونه وختافي بتوقع الفوز لبرشلونه، اتلتيكو مدريد وهويسكا لاتلتيكو مدريد، ريال مدريد وريال بيتيس لريال مدريد، فيا ريال وبرشلونه بتوقع تعادل، وبالباو اتلتيكو مدريد كمان بتوقع تعادل. بالدوري الانجليزي ارسنال وايفرتون بتوقع ايفرتون هو اللي راح ينتصر، ليفربول ونيوكاسل اتوقع الفوز لليفربول، ويست هام وتشيلسي بتوقع تشيلسي راح يربح. اخيرا او قبل ذلك مانشستر سيتي وتوتنهام بتوقع مانشستر سيتي بشكل كتير كبير، واخيرا بالدوري الايطالي بتوقع نابولي يعمله ويربح على لاتسيو ويكبر فرق النقط ولو انه في مباراه مؤجله للاتسيو. هي توقعاتي للنتائج، هي شرح سريع عن الجوله القادمه. قبل ما تطلعوا من الفيديو لو سمحتوا حطوا لي بالكومنتات توقعاتكم للنتائج، تابعوني على حساباتي الشخصيه مقالات حميد كيالي على الفيسبوك، حميد كيالي على يوتيوب، وحميد كيالي على انستغرام. بشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.